بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأخذ أسئلة إخوانا وأخواتنا في الفيسبوك وفي تويتر. أحد الأخوة يسأل عن يقول بالنسبة لليهودي أو النصراني، يقول في وضعهم الحالي الآن إذا جاء مثل الغرب دول أوروبية وغيرها، متى يسمون فعلا أهل الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهل الكتاب ورد ذكرهم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مرات كثيرة، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والصحيح أن المجوس لا يدخلون في أهل الكتاب. اليهود والنصارى من انتسب إلى أمة يهودية أو نصرانية فهو من أهل الكتاب، حتى وإن كان ليس متمسكا بدينه، فإن أهل الكتاب زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقعون في الشرك الأكبر. قاتل اليهود عزير بن الله، قاتل النصارى المسيح بن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا شرك أكبر، ومع ذلك سماهم الله تعالى أهل الكتاب، وأباح الله تعالى للمسلمين أكل ذبائحهم وكذلك التزوج بنسائهم إذا كن عفيفات. فهم أهل الكتاب ما داموا ينتسبون إلى أمة يهودية أو نصرانية، فيبقون أهل الكتاب وتجري عليهم أحكام أهل الكتاب حتى وإن لم يكن عندهم تمسك بدينه، ما لم يتبرأ من دينه، يتبرأ من يهودية، يتبرأ من نصرانية، يقول إنه مثلا ملحد، إنه لا يتبع دين، إنه يتبع الدين الفلاني، فهنا لا يصبح من أهل الكتاب. أما إذا كان ينتسب إلى أمة يهودية أو نصرانية فالأصل أنه يكون من أهل الكتاب وتجري عليه أحكام أهل الكتاب. جميل. أم عبد الرحمن تفضل.